وللحديث عن هذا الموضوع معنا من البصرة الناشط في التظاهرات محمد حسين. سيد محمد، مرحبا بك معنا. للتصحيح، أنا صحفي ولست ناشطا يا صديقي. أهلا بك زميلنا الصحفي. أهلا بك زميلنا الصحفي معنا في تغطية هذا الموضوع. نبدأ معك من التظاهرات في البصرة، كيف تقيمها وترى انطلاقتها الجديدة وسط استمرار الإهمال الحكومي لمطالب المتظاهرين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. وأكيد اليوم مدينة البصرة نعم فيها تظاهرات ابتداء من يوم الخميس الماضي حتى مساء هذا اليوم، لكن هذه التظاهرات هي لا زالت مستمرة، وهي حق مشروع من حق كل مواطن بأنه اليوم يخرج بتظاهرة وفق الدستور والقانون العراقي. ومن الممكن بأنه هذه التظاهرات هي تبقى مستمرة للمطالبة بالحقوق، لكن اليوم يبدو أن هناك كثير من التفاصيل حول ملف التظاهرات في محافظة البصرة، يعني منها هناك صلاحيات غير منقولة إلى الحكومة المحلية، كما يدور في الحديث بين أروقة الحكومة. وهناك أيضا جملة من المطالب هي يعني من الممكن أنه تكون واقعية، كتشغيل العاطلين عن العمل وأيضا تحسين الواقع الخدمي. وأيضا باتجاه الخدمات، تقول الحكومة لديها 496 مشروع تم الإعلان عن بعضها، والآخرون المتظاهرون يرون بأنه اليوم هذه المشاريع في محافظة البصرة ما ممكن بأنه ترى النور في ظل وجود هذه الفترة. لماذا يعتقد المتظاهرون ذلك، وهل سيعني هذا اتساع رقعة التظاهرات؟ اليوم لا، يعني هي اليوم كما أسلفت لك، يعني ثلاثة أيام متتالية يخرجون بتظاهرات أمام مقر الحكومة المحلية. يعني يوم الخميس كانت تظاهرات أمام بناية الحكومة المحلية، وأيضا التظاهرة الأخرى التي خرجت يوم أمس هي في منطقة الأربع شوارع وسط المدينة، وكانت هذه التظاهرة لأتباع التيار الصدري. واليوم أيضا تجددت التظاهرات مساء أمام مقر الحكومة للعشرات أيضا من المتظاهرين، ليس أعداد كبيرة كما تهول وسائل الإعلام، لا، هم العشرات من المتظاهرين يطالبون أيضا بتشغيل الأيادي وإبعاد يعني أبناء المحافظات عن الشركات النفطية، فضلا عن مطالبتهم. يعني آخر مطالبة اليوم كانت بالتظاهرة المسائية لهذا اليوم، المتظاهرين طالبوا رئاسة الوزراء أو رئيس الوزراء بالأحرى بزيارة مدينة البصرة والاطلاع والجلوس مع المتظاهرين للاستماع إلى مطالبهم. وهذا حق مشروع بأنه اليوم يطالبون رئيس الوزراء أو يطالبون المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة. ويعني أكيد هذا المطلب هو مطلب قانوني ومطلب شرعي للمتظاهرين. إلى أي مدى يقتنع المتظاهرون بهذه الوعود الحكومية؟ اليوم السلطة الحكومية حسب معلوماتنا، على اعتبار اليوم احنا صحفيين ومتابعين ايضا للشأن المحلي على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد الحكومي، الصعيد الحكومي يؤكد ان هناك مشاريع يعني هي في طور الاعلان وتم الاعلان البعض منها بالمناقصات. يعني عدد لماذا يتظاهر المتظاهرون اذا كان هناك مشاريع وتشغيل كما تقول؟ هذا هو ايضا السؤال لدى الحكومه اليوم، لماذا يتظاهر. لكن احنا اليوم نعاني من موضوع جدا مهم في محافظه البصره، يعني اليوم لدينا شركات نفطيه كبيره، ومن الممكن بانه تستوعب عدد كبير من العاطلين عن العمل، لكن الشركات النفطيه اليوم تتحجج بعدم وجود الخبرات، والحكومة المحلية فتحت باب حسب اعتقادي وحسب معلوماتي لتدريب العاطلين، تم تدريب 400 شاب وأيضا 350 كوجبة أخرى للمهن حتى يتم زجهم بالشركات. لكن تعرف بأنه اليوم هذا الموضوع يحتاج لفترة، وأعداد البصرة يعني العدد السكاني قارب الخمسة ملايين نسمة، وأكيد اليوم المتظاهر يريد خدمات ويريد تشغيل ويريد كهرباء. سيد محمد، كيف تتوقع أن تتعاطى الحكومة مع هؤلاء المتظاهرين؟ هل ستلجأ إلى قمعها بالقوة كما حصل في الماضي، أم أنها ستستجيب إلى مطالبهم؟
يعني هناك معلومة ستنفرد بها قناتكم الموقرة من خلال يعني هذه التغطية، وأكيد أنا مسؤول عن هذا الكلام. القمع الذي حصل في العام الماضي هو من بعض المندسين، كل التنسيقيات في محافظة البصرة أجمعوا، بل يعني أغلبهم حتى لا أقول كلهم، أغلب التنسيقيات أجمعوا أن يحافظوا على سلمية وأمن المدينة، وهذه الخطوة لإبعاد المندسين عن التظاهرات. وأنت تعلم اليوم هذه المعلومة المهمة اللي أريد أضيفها خلال هذا اللقاء المباشر، بأنه اليوم ما يعني ما ذكر سلطات حكومية بأنه تم تدمير ما يقارب البنايات الحكومية 120 مليار دينار عراقي بحرق المباني الحكومية كالمجلس والمحافظة ومديرية البلديات، وهذا الشيء هو ملك للشعب العام وليس ملك للحكومة. نعم. ما ممكن بأنه وصلت الفكرة. شكرا لك الصحفي محمد حسين، كنت معنا من البصرة.